الأبوان عباد الله هما من يبكيان ليبتسم أولادهما، وهما من يحزنان ليفرح أولادهما، وهما من يشقيان ليسعد أولادهما. إنهما اللذان يجوعان ليشبعوا، ويعطشان ليرتووا. إنهما في الحقيقة كتلكم الشمعة التي تحترق حتى تذوب ليستضيء الأولاد باحتراقها. إنه قلب الأم، والله جل وعلا يقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وإنها عين الأب، والله جل شأنه يقول: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.